أعزي يا الشرمان وين بالحبيبة بالحادث اللي كان أكبر مصيبة من شاف ليبكي وتسمع نحيبة يا قهر قلبي يا أنينا أنينا الحادث المؤلم وقع يوم الاثنين مأساه بكتني وأبكت ملايين مأساه بكتني وأبكت ملايين الله يصبر أهلهم قولوا آمين العين تدمع والخلائق حزين مقطع مؤثر حين عاصم يلوح بدا من الطاقة ينادي ويصرخ والناس من حوله تعزي تصيح يا رب ترحمهم وابوهم تعينا نبكي على عاصم ومن كان جنبه فعز شبابه راح لجوار ربه أسره بأكملها تروح آه نكبة حسبي عليها الله بيني وبينه يا كل سايق باليمن خاف ربك حفظ على نفسك وصحبك وأهلك خلي تهور والحذر هدي نفسك عقل وحاسب بالخطوط اللعينة يا كم نصحناكم ولا حد سمعنا يا ريتنا من بعد ذا تعبنا هو يكون عبرة للجميع واهتدينا ونترك الشيطان وابليس حينا الموت مو لعبة بيدك ويدي ولا تقول لي كان جدك وجدي انا نصحتك يعلم الله جهدي العقل للإنسان يا أخوك زينة رحمة الله عليهم أجمعين وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.